السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مرحبا بكم من جديد في قناة PCM فصيل مع سلسلة تحضير لامتحانات التعليم العالي موديول ديال ميكانيك. اليوم غادي نشوفوا لا بارتي ديال لي كوردوني سفيريك. دونك لاحظوا معايا الصورة. في الصورة عندنا كرة أرضية اللي قسمناها الخطوط. الخطوط الأولين كنسميوهم دي باراليل اللي هما خطوط العرض، دوائر تيقسموا لي الكرة الأرضية. وعندنا دي ميريديان اللي هما خطوط الطول تيربطوا لي لو بول نور بلو بول سود، يعني القطب الشمالي والقطب الجنوبي. جوج الخطوط خاصني نكون عارفهم، الخط الاول اللي بالاحمر اللي كنسميوه ليكواتور، خط الاستواء، والخط اللي كيربط لي اللي هو الخط اللي باللون الازرق ما بين لو بول نور ولو بول سود اللي كنسميوه خط غرينيتش. هاد الخطوط هادو مهمين بزاف حيت بهم كنعرف الموقع ديال واحد لو بوين على لا تير. هاد لو بوين ام هادي تقدر تكون مدينه، تقدر تكون دوله. بغينا نعرفوا لي كوردوني ديالها، يعني الاحداثيات ديالها في لا تير بالضبط. هاد لي كوردوني حنا كنا كنسميوهم لي كوردوني جيوغرافيك اللي هما الاحداثيات الجغرافيه. باش نعرف هاد لي كوردوني هادو ديال ام، غادي نحتاج نعرف شحال باش بعيده ام على ليكواتور وشحال باش بعيده ام على خط غرينتش. داكشي علاش غادي نحتاجو لي زونغي هما باش كنخدمو في هاد لا بارتي هادي. دونك شوفوا معايا الصوره الثانيه. في الصوره الثانيه كنلاحظ ان لو بوين ام حددنا لي كوردوني ديالها بدو زونغل، جوج الزوايا. الزاويه الاولانيه اللي كنسميوها لاتيتود هي الزاويه باش بعيده لو بوين على ليكواتور. الزاويه الثانيه تنسميوها لونجيتود هي الزاويه باش بعيده لو بوين من خط غرينتش. اذا قاعده كنعتبر خط غرينيتش و ليكواتور هما الريفيرونس. هاد جوج ديال لي كوردوني هما اللي كنسميوهم لي كوردوني جيوغرافيك، الاحداثيات الجغرافيه اللي هما لاتيتود او لونجيتود اللي هما عباره عن زوايا. بهاد جوج الزوايا غادي نعرف لا بوزيسيون اكزاكت ديال واحد لو بوين. دابا ايماجيني كون كنا ساكنين لداخل ديال الكره الارضيه، يعني شي غادي يكون قريب من السونتر دو لا تيغ، شي غادي يكون بعيد، يعني غادي نحتاجو الكوردوني اخر اللي هو المسافه باش بعاد على لو سونتر دو لا تيغ اللي غنسميوه مثلا لو غايون. دونك غادي نحتاجو ثلاثه ديال لي كوردوني، ولكن اوغوزمون حنا ساكنين على سطح الكره الارضيه، يعني جوج ديال لي كوردوني راه كافيين، بويسك الكوردوني الثالث اللي هو لو غايون دو لا تيغ راه فيكس. دونك من هنا جات الفكره ديال لي كوردوني سفيريك. لي كوردوني سفيريك يعني الا تخيلنا واحد لو بوين كتحرك وسط واحد لا سفير، وسط واحد الكره، شحال من كوردوني غادي نحتاج باش نعرف لا بوزيسيون اكزاكت ديالها؟ دونك كما شرحنا قبل غادي نحتاج جوج ديال لي زونغل بلوس الكوردوني الثالث اللي هو شحال المسافه باش بعيده البوان من لو سونتر. دونك هادشي اللي غادي نشوفو في لا بارتي سويفونت. باش نحدد لي كوردوني سفيريك ديال لو بوان ام غادي نحتاج لو روبير كارتيزيان اللي خدمنا به قبل، حيت هو ديما لو روبير دوريجين اللي مديفيني بلا باز فيكس او اكس او يغريك او زد. شفنا قبل بان لو بوين ام غادي يكون عندها 3 كوردوني سفيريك. الكوردوني سفيريك نيميرو 1 هي هاد لا ديستونس اللي كتفصل او ام على لو سونتر او اللي غنرمزو ليها ب ار. دونك غادي تكون هي اول كوردوني سفيريك، هي شحال باش بعيده لو بوين ام من لو سونتر. الكوردوني الثاني هي هاد لونغل هادي اللي غنرمزو ليها بطيطا، غتكون هي الكوردوني نيميرو 2. هاد لونغل تيتا هادي مختلفه شويه على لونغل اللي هضرنا عليها قبل، حيت هضرنا على لونغل اللي سميناها لاتيتود اللي كنحددو لا بوزيسيون ديال لو بوين ام بالنسبه للايكواتور. حنايا بحال الا هنا تنحددو لا بوزيسيون ديال لو بوين ام بالنسبه للمحور ديال القطبين اللي غيكون هو المحور زد. دونك عقلوا يعني لونغل تيتا هي لونغل ما بين لاكس او زد او الفيكتور او ام اللي كنا كنسميوها الفيكتور بوزيسيون. الكوردوني نيميرو 3 هي لونغل في هاد لونغل هادي اللي شفناها قبل، هي لونغل ديال لي كوردوني سيلندريك. دونك حاجه اخرى ما تبدلاتش، في ديال سيلندريك هي نيت في ديال سفيريك. في هي اللي سميناها في الفقره اللي كانت قبل بلونجيتود، لونجيتود هي شحال المسافه ولا شحال الزاويه باش بعيده لو بوين ام من خط غرينتش. خط غرينتش غادي يكون عندنا هو لو بلون اكس او زد. دونك اخر كوردوني هو لو كوردوني في. دونك غادي تكون لو بوين ام مديفينيه ب 3 كوردوني ار تيتا
إفي. كيفاش هاد لي كوردوني كيتغيروا؟ بالنسبة لأغ، أغ راه كتغير من صفر حتى بلوس لانفيني. علاش؟ حيت هي سيتون غوندور بوزيتيف، يعني مقدار موجب، ميمكنش تكون سالبة، يعني تتحكم في يعني في لاطاي ديال لاسفير ديالنا. دونك بالنسبة لتيتا هي لونجل اللي كتربط ليا قلنا لاكس زد بو ام، وكيما شفنا قبل بحال الا هي اللي سميناها خط الطول اللي كتربط ليا لو بول نور بلو بول سود، يعني تقدر لو بوين ام دير غير نصف دوره، بحال مشات من لو بول نور لو بول سود، مشات من القطب الشمالي القطب الجنوبي، يعني غادي دير غير نصف دوره. دونك بالنسبه لتيتا راه كتفاري من صفر حتى بي، بي كتعني نصف دوره. غادي تكون كتساوي صفر الا كانت لو بوين في لو بول نور، وغادي تكون تيتا كتساوي بي الا كانت لو بوين في لو بوين في لو بول سود. بالنسبه لفي، في كتعلق بال يعني بالايكواتور، يعني لو بوين ام تقدر دير دوره كامله حيت الايكواتور راه سيركل، يعني في كتفاري من صفر حتى 2 بي، من صفر حتى 2 بي. دونك بقى لي دابا نلقى العلاقه اللي كتربط لي كوردوني سفيريك بلي كوردوني كارتيزيان. لي كوردوني سفيريك قلنا هما ار تيتا او في، او لي كوردوني كارتيزيان هما اكس واي زد. Relation entre les coordonnées sphériques et cartésiennes. Il est qu'on sait les coordonnées sphériques, يعني عارف R, theta ou phi, كيفاش غادي نلقى les coordonnées cartésiennes x, y ou z. شفنا قبل واحد الفقره اللي كتربط لي كوردوني كارتيزيان بلي كوردوني سيلندريك، ولقينا بان x كتساوي rho fois cos phi. اللي ما شافش الفيديو يعاود يتفرج فيه. ولقينا بان y يكالا رو فوا سينوس في، وقلنا بان في ديال سيلندريك هي فينيت ديال سفيريك. شنو هي رو؟ غنسميو هاد لو بوين اش هي لا بروجيكسيون ديال لو بوين ام على لو بلون اكس او y. دونك رو هي لا ديستانس او اش، دونك غادي نكتبها هنا افيك رو هي لا ديستانس عندنا هي او اش. دابا انطلاقا من هاد لي زيكسبريسيون بجوج، كنلاحظ بان كاين عندنا في ديال سفيريك اللي كتربط اكس، وفي كتربط ليها ايكغ، ولكن خاصني نحيد غو، دونك خاصني ندخل دابا تيتا. كيفاش ندخل تيتا؟ عندنا واحد لو تريونغل اللي هو او ام اش، دونك غادي نكتبو نون لو تريونغل او ام اش ريكتانغل او اش، يعني في المثلات او ام اش القائم الزاوية في اش، راه هو قائم الزاوية في اش. خاصني نقلب على الزاوية تيتا في هاد التريونغل هذا. الزاوية تيتا عندنا او زد مع ام اش راه متوازي، وعندنا تيتا هي هادي، وعندنا القاطع هو او ام، دونك هاد الزاوية تيتا راه هي نيت الزاوية هاد تيتا هادي اللي كاينة ما بين او ام مع ام اش، حيت كيتسماو التيرن انترن متبادلتان داخليا. غادي يكون غو قلنا هي او اش، ها هي نكتبوها، هادي هي غو اللي هي او اش، وعندنا اغ، دونك جوج الاضلاع معروفين. دونك عندنا غو غادي يكون مقابل الزاويه تيتا كوتي اوبوزي، و اغ غادي يكون هو الوتر اللي هو ليبوتينوس. دونك باش غادي نخدمو، غادي نخدمو بالسينوس، دونك غادي نكتبو سينوس تيتا كتساوي الضلع المقابل اللي هو غو على الوتر اللي هو او ام اللي هو اغ. دونك من هاد العلاقه غادي نلقى غو، غو غادي نلقاها هي R فوا سينوس تيتا، R فوا سينوس تيتا. دونك شنو درت دابا؟ لقيت هاد غو ديال سيلندريك بدلالة لي كوردوني سفيريك اللي هما R مع تيتا، دونك غادي نمشي نعوض. دو إلا عوضت شنو غادي نلقى؟ غادي نلقى إلا عوضنا غو غادي نلقى هي R سينوس تيتا كوس في. دونك شنو لقيت؟ لقيت X ديال الكارتيزيان لقيتو اون فونكسيون دو R تيتا اي في اللي هما لي كوردوني سفيريك، و غادي نلقاو بان Y هي R سينوس تيتا الى عوضنا غو سينوس في. دونك هاني لقيت X مع Y، بقات ليا غادي نلقى Z. كيفاش غادي نلقى Z؟ كنلاحظو اون، كنلاحظو بان Z المسافة Z راه هي المسافة نيت ام اش، يعني من او حتى لزيد راه هي نيت المسافه ام اش، و ام اش بالنسبه للزاويه تيتا كتمثل ليا اللي هو المحادي، المحادي.
دونك الى خدمت بالكوس في داك تريونغل نيت، كوس تيتا شنو غادي يساوي في تريونغل؟ غادي يساوي هو المحادي اللي هو ام اش اللي هو بالنسبه ليا زد، المحادي ام اش، والوتر اللي هو ار. دونك شنو غادي نلقى؟ غادي نلقى بان زد هي ار فوا كوس تيتا. دونك من هنا غادي نلقاو زد كتساوي ار فوا كوس تيتا، وهاني لقيت ليكسبرسيون ديال زد. دونك فينالمون لقينا اكس هي ار سينوس تيتا كوس تيتا كوس في، y هي r sinus θ sinus φ، و z هي r cos θ. دابا غادي ندوزو نشوفو كيفاش غادي نقدرو ندوزو من لي كوردوني كارتيزيان لي كوردوني سفيريك. دونك غادي نحتاج لا غولاسيون لي كتربط ما بين لي كوردوني كارتيزيان و لي كوردوني سيلندريك لي لقيناهم قبل في الفيديوهات لي كانو قبل. دونك لقينا قبل بأن طونجونت φ إيكال أ y sur x. غير نذكرو كيفاش لقينا هاد لا غولاسيون، غادي نمشيو للتريونغل اللي هو او اكس اش. هاد التريونغل راه ريكتانغل في اش في اكس في هاد البلاصه هادي. دونك الا بغيت نلقى طونجونت في، كوت طونجونت في بار ديفينيسيون هو كوتي اوبوزي على لادجاسون. كوتي اوبوزي هي اكس اش اللي غتكون عندنا هي ايكغيك، هي نيت ايكغيك، وعندنا وهاد او اكس راه هي نيت اكس اللي هو لابسيس. دونك غتكون هي ايكغيك سور اكس. هاد لا غولاسيون هادي غتبقى فالابل حتى في لي كوردوني سفيريك. علاش؟ حيت قلنا في ديال السفيريك انا غادي نكتبها هنايا. دونك غادي نكتبو في ديال السفيريك هي نيت في ديال سيلندريك. دونك هاد لا غولاسيون هادي كتمكنني انني نلقى في ديال السفيريك ابارتيغ من ايكغيك او اكس، سيتادير انا الا كنت عارف لا فالور دو ايكغيك ولا فالور دو اكس نقدر نلقى لا فالور دو في. حنا كنلقاو لا فالور ديال طونجونت في، ولكن الا بقينا بغينا نلقاو لا فالور دو في il suffit انني ندير طونجونت موانز ان ولا ارك طونجونت. حنا لقينا لا غولاسيون الاولانيه، غادي ندوزو لا غولاسيون نيميرو 2. لقينا قبل بان رو ايكالا راسين دو اكس كاري بلس ايكغيك كاري، يعني لا غولاسيون اللي كتربط لي كوردوني كارتيزيان بالكوردوني سيلندريك اللي هو رو. اول حاجه خصني نلقى العلاقه ما بين غو و ار. دونك غادي نرجعوا للتريونغل ديالنا اللي هو تريونغل او ام اش، ولكن هذه المره غادي نابليكيو التيوريم دو بيتاغور عليه. قلنا ار غادي يكون هو ليبوتينوس و اش او اش ام هما الاضلاع. دونك غادي نكتب ار كاري ايغالا غو كاري بلس او ام اش قلنا هي زد كاري. دونك من هذه غادي نلقى ليكسبريسيون دو ار. R اش كتساوي هي رو كاري بلس زد كاري. اور اشنو هي رو كاري؟ رو كاري الى رجعت لا غولاسيون الاولانيه ودرت ليها الكاري، دونك غادي نلقى بان رو كاري هي اكس كاري بلس ايكغيك كاري. دونك غادي نغومبلاسي، شنو غادي نلقى؟ غادي نلقى بان ار ايكالا راسين، غادي نغومبلاسي رو كاري اكس كاري بلس ايكغيك كاري بلس زد كاري. يعني لقيت لا غولاسيون نيميرو 2 اللي كتربط لي كوردوني كارتيزيان بار. يعني الى عارف انا لا فالور دو اكس دو ايغريك و زد غادي نعرف لا فالور دو ار. بقى لي دابا نلقى ليكسبريسيون ديال تيتا. تيتا غادي نرجعو لنفس التريونغل، غادي نرجعو لنفس التريونغل ديالنا. هاد المره غادي نقلب على طونجونت تيتا داك التريونغل او ام اش. طونجونت تيتا كتساوي كوتي اوبوزي على لادجاسون، كوتي اوبوزي هي رو، و لادجاسون غادي يكون هو ام اش اللي هو زد. دونك شنو غادي نكتبو؟ اي طونجونت تيتا ايكالا، قلنا كوتي اوبوزي اللي هي رو و لادجاسون هو زد. اور رو كنعرفوها هي راسين دو اكس كاري بلس ايكغيك كاري. دونك شنو غادي نلقى؟ غادي نلقى بان طونجونت تيتا ايكالا راسين دو اكس كاري plus y carré sur z. Donc, on a écrit la relation mabin x, y ou z theta. Ou bien, quand on connaît qui va nommer les coordonnées cartésiennes et les coordonnées sphériques, comme les coordonnées sphériques et les coordonnées cartésiennes. On va nommer la base sphérique. Donc, comme je l'ai dit, puisque on a trois coordonnées sphériques, on a dit qu'on a trois vecteurs unitaires. Tous les vecteurs sont orientés à une coordonnée sphérique. نبداو بار.
الفيكتور يونيتير اللي كتاورينتي ار غادي نسميوها او ار وغادي ترسم بالطريقه التاليه دونك هذه هي الفيكتور او ار الفيكتور يونيتير او ار كتاورينتي ليا ار وغادي في لو سونس ديال او ام بالنسبه للكوردوني تيتا الفيكتور اللي كتاورينتي تيتا غنرمزو ليها ب او تيتا وخصها تدور مع تيتا دونك وخصها تكون بيربونديكولير مع او ار وغادي في لو سونس ديال تيتا هذه هي الفيكتور او تيتا اللي قلنا هي بيربونديكولير مع او ار قال لنا دابا الكوردوني في هاد لونغل في ديجا شفناها بان الفيكتور يونيتير اللي كتاورينتي فيه هي او في اللي غاديه في لو سونس ديال في يعني هي او في ديال لي كوردونيت سيلندريك دونك لا باز ديالنا كتكون من ثلاثه ديال لي فيكتور او ار او تيتا او في بهذا الترتيب هذا او ار او تيتا او في فهاد لو سونس وقلنا بان هاد لا باز هادي راها اون باز موبيل باز موبيل لا بارتي سوفونت غادي نحاول اكسبريمي هاد لا باز سفيريك اون فونكسيون ديال لي باز اللي عندي في الشكل داكشي علاش غادي نخدم على واحد البلان اللي هو او زد ام اش وغادي نحاول نرسم لي فيكتور يونيتير اللي كاينين في هاد لو بلان اول حاجه كنلاحظ بان الفيكتور او ار جات ما بين جوج ديال لي فيكتور جات ما بين او زد مع الفيكتور اورو ديال سيلندريك و او تيتا راها بيربونديكولار معها دونك هما هادو اللي غادي نرسمو دونك قلنا بان او ار غادي تجي ما بين لي فيكتور يونيتير او زد مع او و او تيتا راها متعامله معها فين هي لونغل تيتا في هاد الفيكور لونغل تيتا هي لونغل ما بين او زد و او ار لونغل ما بين او زد او ار دونك هادي هي تيتا ونقدروا نبينوا نيت كما شفنا قبل بان تيتا غادي تكون هي نيت ما بين او رو او في دونك هادي هي لونغل تيتا حيت داكشي باش دارت او رو غادي تدور نيت او تيتا دونك كيفاش غادي نكتب ليكسبرسيون ديال او ار فهاد لا باز هادي دونك ا بارتير من الفيغور شنو هي او ار او ار الا درت ليها لا بروجيكسيون على او رو غتعطيني هاد الضلع غتخصني لونغل هنايا لونغل هنايا بويسك هادي هي تيتا دونك غادي تكون هادي هي نيت تيتا الترن انترن هاد الضلع هذا بالنسبه لتيتا تيمثل ليا مقابل يعني كوتي اوبوزي دونك غادي نخدم ديريكتومون بالسينوس الا لقيتو مقابل خدمو بالسينوس لقيتو يعني محادي ادجاسون خدمو بالكوسينوس دونك هنا غنديرو سينوس تيتا سويفون اورو ولا درت لا بروجيكسيون على لاكس ولا على او زد غادي نلقى هاد الكوتي هادي اللي هي بالنسبه لتيتا غتمثل ليا ادجاسون ادجاسون دونك غادي نخدم بالكوسينوس هي بلس كوس تيتا سويفون او زد هادي بالنسبه ل او ار بالنسبه للفيكتور او تيتا دو لا ميم مانيير الا درت ليها لا بروجيكسيون على اورو غادي تعطيني هاد الضلع اللي هو بالنسبه لتيتا غيمثل ليها لادجاسون دونك غادي نخدم بالكوسينوس كوس تيتا اورو ولكن الا درت ليها لا بروجيكسيون على لاكس زد غتعطيني هاد الضلع هذا ولكن اللي كاين في القيم السالبه دونك خصني ندير واحد ناقص دونك غندير هنا موان وهنا لونغل تيتا هي هاد لونغل هادي قلنا راه الترن انترن وهاد ديال هذا بالنسبه لتيتا تيمثل ليا اش مقابل دونك غادي نكتب سينوس تيتا سويفون او زي دونك هاني اكسبريميت اش اكسبريمينا او ار او تيتا ان فونكسيون ديال اورو او زي واخا حنا راه ميلونجينا ما بين لي كوردون ما بين لي باز يعني ما بين لا باز كارتيزيان سيلندريك او سفيريك باغ اكزومبل في شي اكزرسيس اللي طلبوا منكم تيكسبريميو يعني لا باز سفيريك اون فونكسيون ديال لا باز كارتيزيان يل سوفي انكم ترومبلاسي اورو بالاكسبريسيون اللي لقينا قبل في لي كوردوني سيلندريك اللي هي اورو راه لقينا هي كوس تيتا كوس في سويفون اكس بلس سينوس في سويفون او ايكغيك رجعوا الفيديو وغتعرفوا كيفاش اكسبريمينا اورو اللي غادي نديرو دابا غادي نحاولو نحسبو لا ديريفي ديال او ار دونك غادي نديريفي او ار بارابور ا تي جو ديريف او ار بارابور او طون دونك هي اش هي الديريفي ديال سينوس تيتا سور دي دو تي وكنخلي او وكنديريف وكنخلي سينوس تيتا وكنديريفي او بلس
غادي ندير في الكوست تيتا سور دي دو تي سيفون او زد. وبالنسبه لا ديريفي ديال او زد راها زيرو. علاش؟ حيت لا باز او اكس او ايغريك او زد راها من باز فيكس، يعني لا ديريفي ديالها راه زيرو. شفنا هادشي قبل. كيفاش غادي نديريفي دابا الديريفي ديال سينوس تيتا بارابوا دي تي؟ ردوا البال لهاد المساله هادي. ما يمكنش نجي نقول راه الديريفي ديالها هي الكوس، حيت انا جو ديريف تيتا سينوس تيتا بارابوا اون اوتر فاريابل. لا فاريابل عندي هو الزمان. دونك في هاد الحاله خصني ندير واحد تشانجمون دو فاريابل، بحال اللي تنضرب في دي دو تيتا وكنقسم على دي دو تيتا. دونك هادي الا حسبناها ديريكتومون، دونك هادي غتعطينا تيتا بوان، والديريفي ديال السينوس هي كوس تيتا. نشرحوها منين جات هاد القضيه هادي. دي دو سينوس تيتا سور دي دو تي نديرو هي دي ديال سينوس تيتا سور دي دو تيتا فوا دي دو تيتا سور دي دو تي. علاش درت هاد شونجمون دو فاريابل؟ باش نقدر انني نديريفي تيتا سينوس تيتا بارابور لا ميم فاريابل اللي هو تيتا. دابا نقدر نقول راه لا ديريفي ديال السينوس هي الكوس، وهاد دي دو تيتا على دي دو تي غنسميوها نرمزو ليها بتيتا بوان. دونك هادي سويفون او بلوس غنخليو سينوس تيتا، ولقينا قبل بان دي دو اورو سور دي دو تي هي في بوان سويفون او في. رجعوا الفيديو باش تعرفوا منين جات هاد لا غولاسيون. ولقينا بان دي دو او في سور دي دو تي هي موان في بوان سويفون او. Donc, on va remplacer D2 euro sur D2 T, il y a phi point suivant E phi. Je vais d'abord le cos. Je vais faire le sinus, je vais dire le cos. D2 cos theta à la D2 T, donc je vais dire il y a theta point. Ou je vais dériver le cos, il y a moins sinus, donc je vais dire moins sinus. Moins sinus theta suivant EZ. نقدر نفاكتوريزي بواحد تيتا تيتا بوان تيتا بوان. الى فاكتوريزينا بتيتا بوان غتكون هي فاكتور دو كوس تيتا سويفون اورو موان سينوس تيتا سويفون او زد، وعاد بلوس سينوس تيتا في بوان او في. وشنو هي هاد كوس تيتا اورو موان سينوس تيتا سويفون او زد؟ راه هي نيت او تيتا. دونك شنو لقيت فينالمون؟ لقيت بان لا ديريفي دو d de er sur d de t il y a theta point suivant e theta plus sinus theta phi point suivant e phi. La relation elle est très très importante. De la même manière, on va dériver d de o theta sur d de t. Il a bien dérivé d de theta, donc il y a la dérivée de cos. Dérivée de cos sur d de t, on va mettre euro plus cos theta fois d de euro sur d de t moins je dérive sinus theta suivant ez ou dérivée de ez à 0. Dérivée de cos theta, on a theta moins, je vais dire moins theta point sinus theta euro. Dérivée de l'euro par rapport à dt, il y a phi point e phi. Donc, il y a cos theta phi point e phi. Dérivée de sinus theta, il y a moins theta point cos theta ez. De la même manière, radine factorisée moins theta point, les ratatena sinus theta suivant euro plus cos theta suivant EZ, AD plus cos theta phi point E phi, ou on a l'expression. L'expression. AD sinus theta euro plus cos theta EZ, rahia ER. Donc finalement, je vais vous dire que D de E theta sur D de T, il y a moins theta point suivant ER plus cos theta phi point suivant E phi. هاد لي زيكسبرسيون هادو اللي لقينا بجوج غادي يساعدونا ملي غادي نبغيو نحسبوا لي ديريفي ديال فيكتور بوزيسيون او ام او الفيكتور فيتاس في. غادي نمروا دابا باش نحددوا لي كوردوني ديال الفيكتور بوزيسيون اللي هما الاحداثيات ديال المتجهات الموضع.
كما شفنا قبل الفيكتور بوزيشن رمزنا ليها او ام دونك الا بغينا نلقاو لي كوردوني ديالها il suffit انني ناخذ لا نورم ديال او ام يعني المسافه او ام ونقلب على الفيكتور يونيتير اللي كات اوريونتي او ام على حسب لا فيغور هاد الفيكتور راه هي نيت او ار وعلى حسب نيت لا فيغور لا ديستانس او ام راه هي نيت الكوردوني سفيريك اللي هو ار دونك حنا لقينا l'expression ديال vecteur position OM qui va dire que l'expression est simple l'écriture de là ولكن ملي كندوز للفيكتور فيتاس et vecteur accélération كتصعب شويه نمرو للفيكتور فيتاس par définition le vecteur vitesse d'un point M dans un référentiel R égal le référentiel فاش غادي نلقاو l'expression de la vitesse هو le référentiel cartésien حيث هو toujours هو le référentiel d'origine. Donc par définition, c'est la dérivée ديال vecteur position OM par rapport à T. Le référentiel R. غادي remplacer l'expression ديال OM OM égale à R suivant ER sur D de T. عندي la dérivée d'un produit, اللي هو R fois ER. Donc غادي ندير R الاولانيه اللي غتعطيني R point وما كان ديريفيش ER plus غادي نخلي R وغادي نديريفي ER c'est-à-dire D de ER sur D de T or هاد D de ER sur D de T ها هي الاكسبرسيون ديالها راه لقيناها قبل دونك غادي نرومبلاسي شنو غادي نلقى غادي نلقى V de M dans le référentiel R égal il y a R point suivant ER plus R, غادي نرمبلاسي D de ER sur D de T, θ point θ, donc غتعطيني هي R θ point θ, plus, en même temps, كنرمبلاسي لا ديريفي و كنديفلوبي في نفس الوقت, يعني كنشرب R, donc غادي ندير plus, هي R φ point sinus θ, Eφ. Donc هادي هي الإكسبرسيون ديال الفيكتور فيتاس, الإكسبرسيون ساهلة باش نلقاها أ partir من OM. دابا البروبليم اللي بقى ليا كيفاش غادي نلقى ليكسبرسيون ديال الاكسيليراسيون هاد ليكسبرسيون اللي غادي نلقاو تقريبا ما كنخدموش بها في لي زيكزيرسيس كاريمون يعني واخا غادي نلقاوها في لا لوسون هي صعيبه شويه في لا ديمونستراسيون ديالها حيت طويله وفيها دي زيكسبرسيون اللي هما كبار دونك ما تيستعملوش بزاف لي زيكزيرسيس دونك حنا غادي نديرهم غير في لا لوسون او كاو يعني نطلبهم ليكم كوم كيسيون دو كور نمرو للفيكتور اكسيليراسيون بار ديفينيسيون vecteur accélération A ou la parfois carrément de l'herbe gamma d'un point M dans un référentiel R égale à la dérivée de la vitesse du vecteur vitesse par rapport à T dans le référentiel R donc c'est à dire à la dérivée de l'expression de la vitesse comme donc si je vais contrôler le chouïa donc l'accélération égale nous avons la dérivée de R point ER à la dérivée R point YL ou l'ANIA donc elle t'a donné R de point, et la dérivée d'Ava seconde a dit, radin khali ER. N'khali R point, on dérive D de ER sur D de T. Donc ça lit mon terme l'oulen, plus. On dérive R theta point E theta. Hada produit de trois termes. Donc khasni, kan dérive wahd ou kan khali juj, ma kan dérive onj. N'bdaou b R, donc elle t'a donné R point, ما كان ديريفيش تيتا بوان مع او تيتا بلوس نخلي دابا ار غادي نديريفي تيتا غتولي تيتا دو بوان ونخليو او تيتا بلوس او غادي نديريفي او تيتا دونك غادي نخلي ار تيتا بوان او غادي نكتب دي دو او تيتا سور دي دو تي بقى لي التيرم الاخراني اللي فيه 4 برودوي دونك غادي نديريفي ار هي الاولانيه غادي نخلي في بوان au sinus θ مع E φ plus غادي نخلي R غادي نديريفي φ غتعطيني هي φ دو بوان sinus θ φ من بعد غادي نخلي R مع φ بوان وغادي نديريفي sinus θ c'est-à-dire D de sinus θ sur D de T suivant E φ وآخر حاجة غادي نخلي R وفي بوان
مع سينوس تيتا وغادي نديريفي افي سور دي دو تي دونك بقى لي دابا نغومبلاسي هاد لي ديريفي هادو لا ديريفي ديال او ار عندنا ديجا لقيناها مع لا ديريفي ديال او تيتا لا ديريفي ديال سينوس تيتا كنعرفوها ولا ديريفي ديال افي راه شفناها قبل هي موان في بوان او دونك لي غتعطيني ار دو بوان او ار بلس ار بوان دونك غادي نغومبلاسي ليكسبرسيون ديال دي دو او ار سور دي دو تي وفي نفس الوقت غادي نجر غادي نديفلوبي ليكسبرسيون دونك غتعطينا ار بوان تيتا بوان او تيتا بلس نغومبلاسي في بوان مع سينوس دونك غتعطينا ار في بوان سينوس تيتا او في بلس دونك هادو غادي نخليهم حيت ما فيهمش لا ديريفي دونك هي ار بوان تيتا بوان de theta plus r theta de point de theta on va dire remplacer l'expression d'iel d de e theta sur d de t f9 sport on va dire développer donc on va dire il y a moins r theta point carré et un d theta point fois theta point suivant er plus r theta point phi point cos theta e phi plus وصلت ليكسبريسيون الاخر اللي هو ار بوين في بوين سينوس تيتا او في هذا بلس ار في دو بوين سينوس تيتا او في هذا بلس خاصني ديريفي دابا سينوس لا ديريفي ديال سينوس تيتا بارابور ا دي تي دونك هي ار في بوين theta point شفناها قبل cos theta e phi هذا بلس r في point sinus theta وقلنا لا ديريفي ديال e phi بارابور ا دي تي هي موان في point دونك غادي نديرو هنا موان في point و في point مع في point تولي في point كاري suivant o دابا غادي نحاولوا نفاكتوريزيو ب او ار ونفاكتوريزيو ب او تيتا و او في نقلبوا على لي زيكسبرسيون اللي فيهم او ار هاد ليكسبرسيون الاولى فيها او ار هاد ليكسبرسيون الثانيه فيها او ار دونك جوج لي زيكسبرسيون اللي فيهم او ار دونك الا فاكتوريزينا ب او ار دونك اش غادي نلقى ار دو بوين موان ار تيتا بوين كاري سويفون او ار نحاولوا دابا نفاكتوريزيو ب او تيتا نقلب على لي زيكسبرسيون اللي فيهم او تيتا هاد ليكسبرسيون الاولى اللي فيها او تيتا l'expression tania les حداها نيت او تيتا دونك عندي ثلاثه لي زيكسبرسيون فيهم او تيتا دونك غادي ندير هي بلس لي زيكسبرسيون الاولانيين كنلاحظ بان ار بوين مع تيتا بوين راه معاوده دونك كتعطيني هي 2 ار بوين تيتا بوين بلس ار تيتا دو بوين وهادشي كامل سويفون او تيتا داكشي اللي بقى لي غادي يكون سويفون او في دونك عندي شحال من اكسبريسيون عندي الاكسبريسيون الاولى هي واحد دونك ها 2 ها 3 ها 4 ها 5 5 اكسبريسيون كلهم فيهم او في وكنلاحظ ايضا بان كاين دي زيكسبريسيون اللي معاودين بحال اش مثلا معاوده ليكسبريسيون ديال ار بوين في بوين سينوس تيتا دونك اللي غتعطينا 2 ار بوين في بوين سينوس تيتا كنلاحظ ايضا بان واحد جوج لي زيكسبريسيون راه معاودين اللي هما ار في بوين تيتا بوين كوس تيتا اللي غتعطينا 2 ار في بوين تيتا بوين كوس تيتا وبقى لينا اكسبريسيون واحد اللي هو ار في دو بوين سينوس تيتا وهادشي كاملو سويفون او في واحد تيرم بقى بوحدو اللي فيه او ار اللي هو موان ار في بوين كاري sinus phi er هاد ليكسبريسيون اللي وصلنا ليه باقي خاصنا نديفلوبيو شويه علاش حيت حنايا خاصنا نيكسبريميو لاكسيليراسيون في لا باز سفيريك اللي هي er e تيتا e في وبقات لينا دابا اورو المشكل ديال اورو خاصني نرجع لا فيغور ونحاول نيكسبريمي اورو بدلاله هاد لي باز سفيريك نرجعوا للشكل ديالنا دونك الا رجعنا للفيغور ديالنا اللي درنا قبل قلنا بان er جات ما بين EZ مع أورو و E تيتا راه بيربونديكولير مع ER دونك غادي ندير لا بروجيكسيون ديال أورو في
la base ER E θ. غادي يدير لا بروجيكسيون اورثوغونال هاد الشكل. دونك هادي القاد ديال العاده وخاصني دابا لونغل. لونغل هي هاد لونغل هادي θ حيت θ مع θ دوره التيرن انترن. هاد ديال العاده اللي درنا ليه لا بروجيكسيون بالنسبه لθ راه كيمثل ليا مقابل كوتي اوبوزي. يعني غادي نكتب بان او غو كتساوي سينوس θ suivant ER. غادي ندير لا بروجيكسيون على او θ بهذا الشكل. غادي نلقاو هاد الضلع. هاد الضلع بالنسبه لθ راه تيمثل ليا ادجاسون. يعني غادي نخدم بالكوس يا بلس كوس θ او θ. دونك هاني اكسبريميت اورو في لا باز او ار او θ بقى ليا نغومبلاسيها في ليكسبريسيون اللي لقينا قبل اللي غادي نلقاو من بعد ان لاكسيليراسيون ايغال ار دو بوان موان ار θ بوان كاري سويفون او ار بلس 2 ار بوان θ بوان بلس ار θ دو بوان سويفون او θ بلس 2 ار بوان φ بوان سينوس θ بلس 2 ار φ بوان θ بوان كوس θ على بلس ار φ دو بوان سينوس θ كل شيء سويفون φ موان. وبقى لي دابا نغومبلاسي ليكسبرسيون ديال اورو. باردون قبيله راه درنا واحد ليغور في هاد ا موان ار في بوان كاري سينوس في اورو راه ماشي سينوس في راه غير سينوس تيتا راه غير فوت ديكريتور. سينوس تيتا هي اللي كانت عندنا في الاول حيت غومبلاسينا غير دي دو او في سور دي دو تي. دونك غادي نغومبلاسي هنايا في ليكسبرسيون الثاني بسينوس تيتا اورو. دونك شنو غتعطينا؟ غتعطينا موان ار في بوان كاري سينوس تيتا. وقلنا غادي نغومبلاسيو ليكسبرسيون ديال اورو سينوس تيتا او ار بلس كوس تيتا او تيتا. من بعد غادي نديفلوبيو غادي نلقى لاكسيليراسيون هادشي كامل غيتعاود. دونك موان غادي نديفلوبيو هي ار في بوان كاري سينوس مع سينوس غتولي سينوس كاري تيتا سيفون او ار او موان ار في بوان كاري سينوس تيتا كوس تيتا سيفون او تيتا. لا ديغنيغ ايتاب هو غادي نعاود ندخل غادي نعاود نفاكتوريزي ب او ار ونفاكتوريزي ب او تيتا. دونك الا فاكتوريزينا ب او ار شنو غادي نلقى؟ غادي نلقى هي ار دو بوان موان ار θ بوان كاري موان ار φ بوان كاري سينوس كاري θ سيفون او ار. او بالنسبة لـ θ غتعطينا هي 2 2 ار بوان θ بوان بلس ار θ دو بوان عاد موان نفاكتوريزيو بهاد θ φ بوان كاري سينوس θ كوس θ لو تو سيفون θ. عاد ليكسبرسيون الاخرى اللي بقى لي اللي هو 2 ار بوان في بوان سينوس θ 2 ار في بوان θ بوان كوس θ بلس ار في دو بوان سينوس θ سيفون او في. وهذا هو ليكسبرسيون ديال لاكسيليراسيون ديالنا اللي وصلنا ليه. دونك كما قلت هاد ليكسبرسيون راه ما غاديش تخدموا بها في لي زيكزيرسيس. دونك بلا ما تحاولوا تحفظوه ولا مره وحده كنحاول ندير لا ديمونستراسيون نعرف منين جا ليكسبرسيون. الا مثلا طلبوا مني في لي كيسيون دو كور نعطي لي كوردوني ديال لاكسيليراسيون. اما في لي زيكزيرسيس راه امبوسيبل باش تخدم هاد ليكسبرسيون هادي حيت راه بوحدها تقدر دير ليك واحد ساعتين يلاه باش دير لا ديمونستراسيون تخدم بها. دونك غادي ندوز دابا باش ندير واحد ليكزيرسيس دابليكاسيون. ليكزيرسيس دابليكاسيون بالنسبه لهاد الفقره هادي راه التمارين ديالها ما تيتحطوش بزاف ولكن غير غادي نعطيكم واحد ليكزومبل ديال واحد التمرين باش تعرفوا كيفاش تخدموا بلي كوردوني سفيريك. On étudie le mouvement d'un avion se déplaçant à faible altitude autour de la Terre. On peut alors considérer qu'il évolue à la surface d'une sphère de rayon RT égale à 6370 km. Sa position est repérée par les angles θ et φ des coordonnées sphériques. Son vecteur vitesse V par rapport à la Terre est de norme constante telle que V égale à 450 km par heure.
Question 1, elle se déplace du nord vers le sud. Déterminer sa vitesse angulaire, oméga 1 égale à θ, point. نترجمو التمرين العربية قالوا لي ندرسو حركة طائرة تتحرك يعني فواحد الارتفاع ضعيف بالنسبة للأرض. قال لك ممكن نعتبرو أن الحركة ديالها تتحرك على سطح واحد الكرة اللي الشعاع ديالها ST كيساوي 600 و 6370. الموضع ديالها درنا ليه المعلمة يعني بالزوايا تيتا وفي ديال لي كوردوني سفيريك. قالوا لي بان المتجهه ديال السرعه ديالها في راه ثابته وعطوني القيمه ديالها. الا كانت الطائره في السؤال الاول، الا كانت الطائره غاديه من القطب الشمالي للقطب الجنوبي، شحال غادي تساوي السرعه الزاويه ديالها اللي رمزوا ليها باوميغا 1؟ يعني بحال بغينا نقلبوا على تيتا بوين. دونك اول حاجه غادي نكتب التعبير ديال السرعه ليكسبريسيون ديال فيتاس اللي لقينا قبل في لي كوردوني سفيريك اللي هو V égale à R point ER plus R theta point theta. يعني مزيان كون حافظ l'expression plus R sinus theta phi point E phi. هذه l'expression اللي كتبنا ماشي كامل غير تستعمل حيت كاينين دي كوردوني اللي غيوليو كونستانت. بحالاش بويس قالوا لي الافيون كتحرك على لا سيرفاس ديال لا سفير، يعني راه لو غايون غيولي كونستانت. عطاوني لو غايون R اللي هو RT إيكالا أون كونستونت، يعني ولا ثابت. فهاد الحالة إلا درنا ليه لا ديغيفي شحال غيولي يساوي الغايون؟ غيولي يساوي زيرو، يعني إيغ بوان كتساوي زيرو، يعني التيغم اللولى اللي فيه إيغ بوان غادي تحيد. الحاجة الأولى. الحاجة الثانية قالوا لي بأن لافيون ديالي كتحرك من لو بول نور لو بول سود، يعني بصيغة أخرى كتمشي غير على واحد الخط، ما كتبقاش تحرك suivant phi. يعني في الحاله ديالنا بحال الا في راه حتى هي كونستانت، في راها كونستانت. بحال الا لافيون ديالي هي هذه، هذه هي لافيون مشات من لو بول نور، الا سمينا هذا لو بول نور، لو بول سود اللي غيكون لتحت هو هذا اس، يعني في ديالها راه كونستانت اللي كيفاري بحال كتفاري غير تيتا، تيتا اللي كتبقى تفاري، اما في راه كونستانت. دونك غادي نحيد حتى في بوين. دونك بويسك في كونستانت راه في بوان حتى هي غتساوي زيرو، دونك غادي نحيدو لو تيرم اللي فيه في بوان كامل. دونك فينالمون شنو بقى ليا؟ لقيت بان الفيكتور فيتاس في ايكالا ار فوا تيتا بوان او تيتا. ليتاب سويفونت هو انني غادي نحاول نحيد الفيكتور بويسك عندي الفيتاس عطاوني لا فالور ديالها. دونك غادي نلقى في، الا حيدنا الفيكتور الا درنا لا نورم لهادي، دونك غادي نلقى V إيكالا R، غادي نعوضو R بإر تي، وهاد تيتا بوان راه سموها هومايا في ليكزيرسيس هي أوميغا 1. فين مشات أو تيتا؟ حيت لا نورم ديال أو تيتا، حيت هي فيكتور أونيتيغ، لا نورم ديالها إيكالا 1، ولا نورم ديال V ديال فيكتور V راه هي نيت V. دونك لقيت واحد ليكواسيون، هاد لا غولاسيون هادي اللي لقيت راه ديجا قريتوها في السيزيام وفي الباك، هذه راه معروفه في ايغالا ار فو اوميغا. دونك هاني بينت واحد لا غولاسيون ديجا اللي معروفه ا بارتير من لي كوردوني سفيريك ديالي. دونك يسوفي ماتنو باش ندير لابليكاسيون نيميريك. دونك الى بغيت نلقى اوميغا 1 غادي ندير هي في سور ار تي، و ديجا في راه عطاوها لكم، دونك هي 450، ولكن ردوا البال راه كيلومتر باغ اور. الا بغيت نحول من الكيلومتر باغ اور خصني نحول للمتر باغ سكوند، يعني خصني نقسم على 3.6، خصني نقسم على 3.6، هي قسمت عليها هي رجعت لتحت، و ار تي تا هي بالكيلومتر خصني نحولها للمتر، دونك هي 6370 × 10³. و نزيدكم واحد الحاجه، هاد اوميغا 1 راه لونيتي ديالها هي غاديون باغ سكوند. دونك نحسبوا هادي شحال غادي نلقاو. دونك الى حسبنا اوميغا 1 غادي نلقاو 1.96 × 10⁻⁵، و لونيتي هي غاديون باغ سكوند. ندوزو لا كيسيون 2، ميم كيسيون سيل سو ديبلاس سور ان سيركل دو لاتيتود لاندا ايكالا 32 دوغري ديست اون ويست، اون نوت سا فيتاس انغولار اوميغا 2 ايكالا في بوان. دونك قالوا لي الى هاد يعني هاد لافيون هادي غتمشي من ليست، يعني من الشرق للغرب، من الشرق للغرب، وعطاوني لاتيتود، لاتيتود اللي هو لوندا. هذاك لاتيتود اللي عطاوني في ليكزيرسيس
راه ماشي هو تيتا ديال لي كوردوني سفيريك، وهادشي شرحتو قبل. لاتيتود كنستعملوه بالنسبه لي كوردوني جيوغرافيك، يعني بالنسبه للاحداثيات الجغرافيه. لاتيتود هو هاد لوندا هادي اللي كاينه في الشكل، شوفوا معايا الشكل، هادي هي لوندا. اما حنايا تيتا ديالنا، تيتا ديالنا اللي شفنا ديال لي كوردوني سفيريك هي هادي. دونك شنو هي لا ريلاسيون ما بين لوندا و تيتا؟ تيتا بلس لوندا غتعطيني هي 90 درجه. دونك راه عندي تيتا بلس لوندا هي بي سور 2. دونك باغ اكزومبل الا بغيت نلقى تيتا هي بي سور 2 اللي هي 90 مون الفا، وديجا عطاوها ليا هي 90 ناقص، وعطاوني لوندا هي 32 اللي غادي تعطينا 58 دوغري. دونك كيفاش غادي نلقى لا فيتاس في هاد لو كا؟ دونك عندنا اون كنلاحظ بان تيتا هاد المره راها كونستانت، حيت راه لقيناها هي 58. دونك تيتا بوان غادي تساوي 0، يعني لو تيرم اللي فيه تيتا بوان غيتحيد، اللي هو ار تيتا بوان غيتحيد. حاجه اخرى، حتى ار بوان راه غادي تحيد، حيت باقي لو غايون راه كونستون، باقي ثابت. دونك شنو بقى ليا؟ بقات ليا بان في ايغال ا ار سينوس تيتا في بوان بي في. هاد المره هاد لو تيرم هذا راه ماشي 0، هاد المره هاد لو تيرم، حيت دابا راه الطياره يعني لافيون ديالنا راه كدور بحال كترسم ليا واحد لو سيركل بهذا الشكل هذا، بحال كدور وغادي دوز من هاد لو بوان ام، و لو غايون غادي يكون باغ اكزومبل هو هذا ديالنا، غترسم ليا واحد لو سيركل بحال هاد الشكل هذا كدور. غير هو ملي كدور المشكل اللي عطاوني هما انه قالوا لي كدور من ليست لويست، يعني من الشرق للغرب، يعني بحال كدور العكس ديال في هي كتمشي من هاد لو سونس، يعني من لاكس زد لاكس ايغريك هي لافيون ديالنا كدير العكس، يعني خصني نزيد واحد الموان. دونك شنو خصني ندير؟ خصني نزيد واحد الموان في هاد لا ريلاسيون. موان في هاد لا ريلاسيون بحال كتقول لي بان الفيكتور فيتاس اللي هي لافيون غاديه في لو سونس كونترير ديال اوفي، غاديه في لو سونس كونترير ديال اوفي. ولكن الا درت لا نورم، ملي غادي ندير لا نورم ديال في، هذيك الموان راه غتحيد. دونك كتولي هي لا نورم ديال هي موان ار سينوس تيتا في بوان اوفي، غتحيد الموان وغتبقى ليا في هي ار سينوس تيتا، وهذيك في بوان راه سموها اوميغا 2. دونك غادي نقلب على اوميغا 2 الا بغيتها. اوميغا 2 هي في سور ار سينوس تيتا. بقى لي ندير ابليكاسيون نيميريك. دونك اوميغا 2 هي في، عطاوها ليا 45، وقلنا غادي نقسمو على 3.6 باش نردها متر بار سكوند، و ار اللي هو لو غايون دو لا تيغ راه شفنا قبل هو 6360 فوا 10 بيسونس 3، و سينوس تيتا راه ديجا لقينا تيتا اللي هي 58. دونك غادي نلقاو اوميغا كتساوي 2.3 في 10 اس ناقص 5 غاديون بار سكوند. دونك هاني عطيتكم غير فكره كيفاش ممكن تحطوا لي زيكزيرسيس ديال لي كوردوني سفيريك، مي كاع لي زيكزيرسيس اللي شفنا ديال الميكانيك غالبا تيركزوا على لي كوردوني سيلندريك، وما بزاف اللي كيتحطوا. دونك سالات الفقره ديالنا ديال لي كوردوني سفيريك، ميعادنا ان شاء الله في الفيديو الجاي باش نخدموا لي كوردوني كورفيلي. السلام عليكم ورحمه الله.